بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله يا شباب، ده الجزء الثالث من شابتر 6. الأول في هنا ثلاثة موديلز هنشرحهم مع بعض. أول موديل اسمه Shortest Route Problem، يعني مشكلة أقصر طريق. Shortest Route Problem هي معنية بإن احنا بنحاول نجيب Shortest Route، او بيسموه باث، مسار او باث، شورتست روت او شورتست باث، اقصر مسار او اقصر طريق. بين تو نود، ما بين نقطتين. ان اي نتورك فروم وان نود تو انذر نود، من نود لنود او من نود لاكتر من نود او مجموعه من النودز يعني، او من مجموعه من النودز لمجموعه اخرى من النودز. المعيار عندنا هو ان احنا هنجيب المينيمايزيشن، نعمل مينيمايزيشن للشورتست روت بروبلم، وهي مش بنعمل مينيمايزيشن بس الديستانس فور الديستانس في صوره الديستانس، لا ثو ذا تيرم شورتست، هي جايه من كلمه شورتست عشان كلمه ديستانس، لكن هو في معايير اخرى زي التايم والكوست في كل الاحوال، ولا الوقت ولا التكلفه ليهم علاقه خطيه بالمسافه. هناخد مثال على طول يوضح لنا ازاي طبيعه مشكله الشورتست روت بروبلم وازاي بنحلها. بناخدها بنفس الكيفيه في البدايه، بنشرح ايه المعطيات، ايه اللي مديهولنا في المساله، وايه المطلوب بالظبط. فهنجد ان الشركه دي هي عباره عن اسمها جورمان كونستراكشن كومباني، شركة انشاءات. عندها المشكلة التالية، المشكلة هي جورمان هاز سيفرال كونستراكشن سايتس، يعني جورمان ليها مكتب رئيسي في المكان ده، في اللوكيشن ده، وعندها فايف كونستراكشن سايتس، خمس مواقع انشائية شغالة عليهم، وهي راحة جاية عليهم طول الوقت. المعدات بتاعتها، الاشخاص بتوعها، السبلايز من المكتب، بتطلع من المكتب بتروح للايه، لكل الاماكن دي. والثلاث اماكن دول او حتى الاربعه المواقع دي موجودين في ثلاث مدن او مقاطعات. وذ مالتيبل ديلي تريبس، يعني في رحلات يوميه متعدده بتنقل اشخاص زي ما قلنا واكويبمنت وسبلايز من المكتب بتاعهم الرئيسي للكونستراكشن سايتس. الكوست الاسوشيتد وذ ترانسبورتيشن اكتيفيتيز ار سبستنشال، يعني التكلفه المتعلقه بعمليه النقل، بانشطه النقل دي كبيره، يعني ارقام كبيره. ذا ترافل الترناتيفز اللي هي البدائل النقل او الانتقال between German's office and each construction site can be described by the road network، يعني الشبكة دي بتوضح لنا البدائل، المسارات اللي ممكن، يعني مثلا لو احنا عايزين نتحرك من واحد نروح اربعة، فدي عبارة عن البدائل، لكن مش هو ده الطريق المقترح. يعني هنروح من واحد لاربعة ازاي؟ ممكن نروح واحد تلاتة اتنين اربعة، واحد تلاتة خمسة اربعة، واحد اتنين اربعة، واحد، يعني في اكتر من مسار او طريق على الشبكه دي من الاوفيس لاي اي اي نقطه من النقاط دي، اوكي، او اي موقع من المواقع. The road distance in miles between the nodes are shown above the corresponding arc، يعني ده بيسموه arc، ده بيسموه نود. الرقم اللي موجود فوق ده بيعبر عن المسافه بتاعت الطريق بالايه، بالاميال. وهنا road distance in miles 14 ميل، اعتقد ان 14000 ميل، 14000 ميل بال في هنا صفرين مش موجودين. ايه المطلوب؟ الشركه would like to determine the route that will minimize the total travel distance between German's office اللي هو located at node 1 and construction site located at node 6. هو هنا عايز يجيب او يحدد الطريق اللي يعمله مينيمايزيشن، يقلل له بقدر الامكان تكلفه النقل، توتال بيسموها توتال ترافل ديستانس، توتال ترافل اللي هي المسافات الاجماليه، والمسافات الاجماليه طبعا بتعبر عن تكلفه. احنا ما لناش دعوه هنا لكل كل ميل بكام، مش هو ده الموضوع، احنا عايزين نقلل المسافات. فمره ممكن يكلمنا عن تايم، ممكن يكلمنا مره عن كوست، ممكن يكلمنا مره عن ديستانس، فكل دي معايير وهنحل بنفس الطريقه.
اوكي، فهو عايز اقصر طريق من 1 لـ 6، يعني من 1 لـ 6 في بدائل كتيرة جدا، 1 3 5 6، 1 3 2 4 6، 1 2 6، واحد اي طريق يوصلنا اسرع من 1 لـ 6 هو ده الطريق اللي احنا ايه هيبقى افضل طريق. احنا عايزين طبعا، هو مش عايز يروح لـ 6 بس، ده هو عايز يتحرك من 1 ويروح برضو لـ 2 و3 و5 و4، عايز التوتال ديستانسز دي كلها على بعضها تبقى اقل ما يمكن. اوكي، هنشوف ان شاء الله الموضوع بسيط وسهل. الشورتست روت بروبلم هي تعتبر سبيشال كيس من الترانسشيبمنت بروبلم اللي احنا سبق شرحناها في اعتقد في البارت الاولاني. جورمان شورتست روت بروبلم كان بي فيود از ترانسشيبمنت، يعني ممكن بيقول لك الجورمان بروبلم دي شورتست روت بروبلم، ممكن نشوف نبص لها على انها هي مساله ترانسشيبمنت بروبلم عاديه. الاوريجين بتاعها نود 1 والديستنيشن بتاعها النود 6، يعني ده من البدايه دي النهايه. وفي النص دول في الترانسشيبمنت بروبلم كانوا بيسموها ترانسشيبمنت نودز، اللي هي النود 2 و3 و4 و5، هنعتبر كان دول نقاط مرحليه المفروض انها توصلنا من النقطه 1 للنقطه 6، بيسموها ترانسشيبمنت نودز. دي بيسموها ديستنيشن نود، دي بيسموها اوريجين نود. دي ترانسشيبمنت نتورك فور ذا جورمان موجوده في الشكل اللي قدامنا ده. اروس ادد، ضفنا هنا اسهم، ما كانش الاسهم دي موجوده. بتعبر لنا عن اتجاه الفلو، يعني دايما الفلو هيكون من 1 لـ 6، عايزين نروح لـ 6، فده ده اتجاه الفلو، وده اتجاه اللي هو يعتبر بدايل. يعني لما نلاقي سهم في اتجاه واحد معناه ان هو الطريق وان واي من 1 لـ 2، مفيش العكس. لكن لما نلاقي الاسهم بالشكل ده معناه ان هو الطريق ممكن يكون رايح جاي، يعني ممكن تستخدم الطريق من 2 لـ 3 او من 3 لـ 2 CN. اوكي، وطبعا المسافات ايه، المسافات واحد، تعالى نمشي واحده واحده عشان ايه ما ننساش حاجه. الاسهم دي بتبين لنا الدايركشن اوف فلو اللي هو اتجاه السير، which is always out of origin node، في الغالب هي بتبقى خارجه من النود الاوريجن وراحه للديستنيشن نود. تلاحظ ان كل الاسهم توجهها انها راحه لـ 6، يعني 1 2 ادي 6، 1 3 شايف السهم ده، 2 مفيش رجوع طبعا، مفيش حاجه اسمها ان انا ارجع لـ 1، وهكذا. هنا مدي امثله على الكلام ده. 1 arc going from node 2 to node 3، من النود 2 للنود 3، معناها that the shortest route may go from node 2 to node 3، يعني استخدمناه ما استخدمناهوش هنشوف لسه. and 1 arc going من 3 الى 2 معناها ان الشورتست روت ممكن may، يعني ممكن او ممكن لا، ممكن ما نستخدموش، may go from node 3 to node 2، يعني دي الاسهم دي معناها ان احنا ممكن نمشي في الاتجاه ده او العكس. اوكي، والديستانسز بين الترانسشيبمنت نودز هي نفسها از ذا سيم ان ايذر دايركشن، في اي اتجاه من الاتجاه دي مش كده. لكن الحركه مثلا من النقطه 4 او من النود 4 للنود 6 هي هو اتجاه واحد، من 5 ل 6 هو اتجاه واحد. لكن لو عايز تتحرك من 4 لـ 5 ممكن ايه كلا الاتجاهين ماشي، بس ايه احنا هنحدد اتجاه معين. اللينير بروجرامينج موديل بتاع الجورمان شورتست روت بروبلم هيكون بالشكل ده. اوكي، دي الاوبجكتيف فانكشن، دي مجموعه الكونسترينتس، ده الكونسترينت الخاصه بالاوريجين نود، ده الكونسترينتس الخاصه بالترانسشيبمنت نودز، ده كونسترين خاص بالديستنيشن نود، وده الكونسترين بتاع اللي اسمه نيجاتيف كونسترين او نون نيجاتيفيتي كونسترين. دي لو حلينا المساله باستخدام اي طريقه فالمفترض النتيجه ان هي بالشكل ده. المتغيرات بنبحث عنها، المتغيرات عندنا الفاريبلز ديسيشن فاريبلز، القيمه بتاعتها زي ما قلنا في بدايه المساله يا اما 0 يا اما 1، زي ما طلع بالشكل ده، يعني اكس 1 2 دي معناها 0، معناها ان احنا مش هنستخدم الطريق ده خالص. اوكي، التوتال ديستانس او توتال ترافل ديستانس اللي هي الاوبتيمال اوبجكتيف فانكشن هي اللي قدامنا دي، 32 ايه 32 ميل، وهنا واضح ان هي بالميل وليس في 100.
بعض الاحيان بيبقى المساله بيبقى مضروب في اي رقم 1000 مثلا او 100 او مليون، ده بنحاول نجنبه علشان ما تبقاش الارقام صعبه علينا. اوكي، فدي الاوبجكتيف فانكشن، القيمه بتاعتها 32، ده الحل النهائي اهو 32، ودي اقصر مسافه من النود واحد عشان نوصل توتال ديستانسز، مجموع المسافات كلها من واحد لسته هي ايه؟ هي 32، عشان نوصل من النقطه واحد وكمان نعدي على اثنين وكمان نعدي على كل النودز. لابد ان احنا طالما من واحد لسته معناها ان احنا هنعدي على كل النودز في 32 ميل، وهو ده الرسمه بتاعتنا ايه؟ 32 ميل عشان نوصل من واحد لسته نعدي عليهم كلهم. لا، هو يقصد هنا طبعا ان احنا نوصل من واحد لسته، لكن لو مثلا من واحد لاربعه، من واحد لثلاثه، من واحد لخمسه، خلال الحل خطوات الحل هتبين لنا المسافه من واحد لاربعه كام؟ من واحد لخمسه كام؟ من واحد لثلاثه كام؟ اي نقطه من النقاط دي، ولان ممكن يكون في المساله طلب مننا ممكن تجيب لنا الشورتست روت لغايه النقطه اربعه، وفي الحاله دي اول ما نوصل للنقطه اربعه مفيش داعي خلاص نكمل لسته. اوكي؟ يبقى مطلوب محدد. هنشوف الكلام ده. فطبعا هنا المقصود بهنا الاوبجكتيف فانكشن 32 دي اللي هي المسافه من النود 1 للنود 2، ودي تعتبر شورتست روت. لوكيتد ات نود 1 تو ذا كونستراكشن ات نود 6 از كذا. وهنا دي المسار بنقدر نحدده ازاي؟ اكس 1 3 طالما ليها قيمه يبقى معانا، يبقى اكس 1 3 اكس بعد كده اكس 3 2 ومنه بتوصل ل اكس 2 4. تحس ان هم هتلاقي نفسك ماشي لغايه 6، مفيش حاجه اسمها ان انت هتلاقي نفسك قفزت نقطه كده او ما عدتش على نود معينه. بعد كده المهم ان انت توصل ل 6، اكس 4 6 اهي. اوكي؟ يعني تلاحظ ايه؟ اكس 2 4 بعد كده خدت سلمت 4 6 وهكذا. ده بالنسبه لو الحل باستخدام سواء سوفت وير او باستخدام لينير بروجرامينج زي ما احنا عايزين عارفين او متعودين. طيب ده الشكل العام بتاع الجنرال لينير بروجرامينج موديل بالنسبه لنفس المساله اللي هي شورتست روت بروبلم، صياغه عامه لاي مساله مش بالضروره المساله اللي احنا ايه او الحاله اللي احنا شرحناها. مينيمايز مينيمايزيشن سميشن سي اي جي زي اكس اي جي سبجكت 2 سميشن اكس اي جي بيساوي 1، ده بالنسبه للاوريجن نود، ودي الكونسترينتس الخاصه بالترانسشيبمنت نودز، وده الكونسترين الخاص بالديستنيشن نود. اوكي، على اعتبار ان السي اي جي ممكن تكون حاجه من ثلاثه، ممكن تكون بتعبر عن ديستانس، بتعبر عن تايم، بتعبر عن كوست. اوكي، اللي هي المرتبطه بكل ايه؟ بكل ارك عندنا او كل روت من اي ل جي. اوكي، وقيمتها زي ما قلنا قيمه الاكس اي جي يا اما 1 يا اما 0. دلوقتي هنشرح طريقه او خطوات تفصيليه ديتيلد ستيبس للشورتست روت الجوريزم. خطوات طويله شويه لكن ان شاء الله بسيطه وسهله، وبعد ما نخلص ونحل عليها مثال يعني هنقول خطوات ابسط يعني شورت ستيبس. اوكي، ولك كامل الحريه في الاخر او ليكوا كامل الحريه في ان انت تستخدم ايهما اللي انت فهمته طبقه. اوكي، فهمت الطريقه التفصيليه طبق بيها، فهمت الطريقه المختصره طبق بيها، المهم تكون فاهمها وتعرف تستخدمها. اوكي شباب، مفيش قيد هنا على ان انت تستخدم اي طريقه فيهم. نوت في ملحوظه هنا كده علشان ايه؟ اولا احنا بنحل على النتورك على الشبكه. اوكي، مش محتاجين كل شويه نرسم شبكه عشان نجيب من خطوه لخطوه لخطوه، هي شبكه واحده، هي شبكه واحده، يمكن بنحتاج نرسم الشبكه دي مرتين بس، مش اكتر من مره زي ما احنا هنشوف في كل ستيب. انا عاملها في كل ستيب برسمها تاني علشان اوضح لك بس الخطوات، لكن هي بتترسم عشان نوصل للحل النهائي بنرسمها في رسمه واحده، يعني الرسمه اللي موجوده في الامتحان بنرسمها في ورقه الاجابه وبنبدا نحل عليها. مفيش داعي ان انا ايه كل شويه عمال ايه عمال في كل خطوه اعملها ان انا ارسم الشبكه تاني واضيع وقت. هنا هيقول لك بعض الليبلز، بعض المسميات، بعض الرموز اللي بيها هنستخدمها داخل الحل عشان تبقى فاهم ايه معنى قوس مربع او قوس عادي. هنستخدم نوتيشن قوس مربع ده السكوير برانسيس تو ريبريزنت ا بيرمننت ليبل. يبقى احنا لما نقول في عندنا مسميات ليبل يعني مسمى او تسميه، في عندنا مسميين نوعين من المسميات بيرمننت ليبل وفي تنتيتيف ليبل.
في بيرمننت ليبل، يعني تسمية دائمة ومش هتتغير طول حل المسألة، هتفضل دائمة مش هنغير مش هنقرب منها. لكن في بعض المسميات الأخرى زي ما هنشوف اسمها تنتيف ليبل، وتسمية مؤقتة ليه؟ لأن الاسم ده هيبقى مؤقت، يعني بعد شوية ممكن يكون ليها اسم تاني، بعد شوية كمان هيبقى ليها اسم تاني، لغاية ما توصل إنها تبقى بيرمننت. وأول ما وصلت تبقى بيرمننت ليبل خلاص نحطها ما بين إيه؟ التسمية نفسها نحطها بين قوسين مربعين. لكن طول ما هي ما بين قوسين عاديين يبقى دي بيسموها تنتيف ليبل. أوكي يا شباب؟ طيب الخطوة الأولى هنشرح الخطوات وبعد كده نقول الايه نقول الكلام ده على المسألة، ماشي؟ فأرجوك لو ما في حاجة انت ما فهمتهاش انتظر لغاية ما نشرح المسألة ونقول ارقام، وهتلاقي الموضوع بسيط جدا. وممكن بعد ما نشرح الكلام ده وانت ما فهمتش وبعد كده رحنا للمسألة وفي حاجة وقفت معاك، ارجع للجزء ده تاني، هتعرف ان الخطوة الأولانية طب احنا عملنا ايه في الخطوة الأولانية، طب عملنا ايه في الخطوة التانية، وهكذا. أول خطوة عندنا assign نود 1، يعني بنشتغل على النود الأولاني، هنخصص لها هنسميها يعني دي اسم دائم. النود الأولانية أول ما بنبتدي كده هنديها اسم دائم ما بين إيه قوسين مربعين زي ما اتفقنا. النوتيشن بتاعها أو إيه مدلوله هنكتبها إزاي؟ هنكتب 0 كوما اس. طيب 0 أو الرقم اللي على الشمال ده دايما بيعبر عن الديستانس من النود دي لنفسها، لان مفيش حاجه قبلها، لو كان في حاجه قبلها كنا جمعناها، بس هي دي البدايه. فعشان كده قلنا ايه؟ قلنا 0 دي 0. طيب اس دي هي جايه من اي نود؟ يعني النود اللي قبلها كانت رقمها كام؟ النود اللي قبلها ما دي اول حاجه، دي نود 1 دي اول حاجه، يعني دي رمز اس على اساس انها الستارتنج نود. الستارتنج نود يبقى اول نود يا جماعه هنديها رمز دائم، اس تسميه دائمه، وهنسميها ما بين مربعين قوسين مربعين بشكل مربع كده، وجواها رقمين بينهم كوما، اول واحده فيهم بتعبر عن الديستانس لغايه النود دي، واحنا دي طبعا اول نود فالديستانس هنا زيرو مفيش حاجه قبلها، كوما اس اللي هي دي يعتبر ايه دي البدايه نقطه البدايه. لكن النودز بعد كده هيبقى هنكتب هنا هنزود عليها الديستانس اللي هي بتاعت النود اللي قبلها او المسار اللي قبلها، ماشي؟ لغايه ما وصلنا لها يعني. وهنا هنكتب ايه هي جايه من اي نود، جايه من نود واحد، جايه من نود اتنين، جايه من نود واحده واحده وهنفهم. فدي دي الستيب الاولى. اوكي طيب بعد كده بنعمل ايه؟ ببدا احسب تنتيف ليبلز مسميات مؤقته لمين يا دكتور محمد؟ اولا الرمز بتاعها هيكون ما بين قوسين عاديين، وهيكون القوسين دول هيكتب فيهم رقمين، الرقم الاولاني بيعبر عن الديستانس، ماشي؟ الديستانس اللي ايه؟ اللي هي الدايركت ديستانس من النود الاولانيه، ما دي اول نود، لغايه النود اللي احنا شغالين عليها دلوقتي، لغايه النود اللي احنا شغالين، لو احنا شغالين على النود النود رقم 2 يبقى المسافه من النود الاولى لغايه 2 كام؟ تكتبها هنا وهي موجوده على النتورك، ماشي؟ كوما ان. طيب هو احنا وصلنا للنود الثانيه دي عن طريق مين؟ جايين مباشر عن طريق مين؟ عن طريق النود رقم 1، فاكتب هنا 1، اكتب هنا 1. يبقى هنا الديستانس من النود 1 للنود 2 مثلا، وهنا هنكتب ايه 1 على اساس انها جايه من النود 1، ودي الحيثيات اللي انا ايه اللي انا بقول عليها. اوكي ودي بتسمى الان، الان دي بتسمى بريسيدنج نود فاليو، الدي بتسمى ديستانس فاليو تعبر عن قيمه المسافه، دي بتعبر عن قيمه النود اسمها اسم النود. دي الخطوه 2. خطوه 3 ويمكن دي اللي فيها شغل شويه، انتوا فهمتوا الخطوة 2 بنعمل ايه؟ بنحسب لكل نود نقدر نوصل لها مباشر من النود الاولانية، يعني ممكن يكون في اكتر من نود، ها؟ مش نود واحدة، ونديها تسمية مؤقتة بالشكل ده، الشكل اللي قلنا عليه. طيب بعد كده بنبص على كل التنتيتيف ليبل نود، يعني كل النودز كل الدوائر، الدائرة دي اللي بتسمى نود، ها؟ ما بين النود والنود بنسميه ارك. يعني عند الدوائر دي بشوف كل تنتيتيف، يعني كل مسميات مؤقتة اللي بين قوسين مربعين زي ما قلنا، وحدد فيهم أصغر واحدة أصغر مسافة. يعني مثلا هنا مكتوب المسافة كام؟ مكتوب المسافة 20، طبعا إيه جاية من النود رقم 4،
ماشي. دي كلها على بعضها بيسموها النود ليبل. انا بختار ايه؟ بختار اصغر مسافه فيهم. من عندي اكتر من نود متسميه تسميه مؤقته، طبعا انا عايز اثبت التسميه، فبختار اصغر واقصر مسافه فيهم ماشي، وبحولها بدل ما هي تنتيتيف ليبل اسميها، اخليها ايه؟ اخليها بيرمننت ليبل، دائمه، يعني اكتبها بين ايه؟ قوسين مربعين، بدل ما هي اقواس عاديه لا هتبقى اقواس مربعه ماشي، براكتس. وبعد كده بشوف هل كل النوتس خلاص بيرمننتلي ليبلد، كلهم خلاص اتسموا تسميه دائمه. لو كانت الاجابه يس جو، انت خلاص وصلت لمرحله كويسه، يعني انت اولموست جو تو ستيب 5، روح للخطوه 5 مباشر. امتى الكلام ده يحصل؟ لما، وده مش هيحصل على طول من اول مره ماشي، لما كل النوتس اللي عندي بقت بيرمننتلي ليبل، في الحاله دي بعمل ستوب وبروح للخطوه رقم 5، مفيش داعي ان انت تروح للخطوه 4. طيب طب انا لو ما لقيت لسه في حاجات لسه ما اتسمتش وحاجات متسميه تسميه مؤقته، هل المساله كده خلصت؟ لا، في الحاله دي لازم اروح للخطوه رقم 4. الخطوه رقم كام؟ يلا على الخطوه رقم 4. خطوه رقم 4 فيها شويه شغل اوكي، وهفضل اروح للخطوه 4 3 4 3 4 3 لغايه ما اخرج في الشرط بتاع 3 ان انا اروح على طول على 5. وطالما وصلت ل5 اعرف ان انت خلصت، فاضل لك خطوه واحده اوكي. طيب الخطوه 4 بتقول ايه؟ انا عارف ان في بعض الناس ممكن ما تكونش فاهمه حاجه، في بعض الناس ممكن يكون الفهم 50%، مفيش مشكله خالص، احنا لسه هنقول مساله اوكي. كونسيدر اول نوتس ويزاوت، بناخد في اعتبارنا بقى كل النوتس اللي هي without permanent labels، اللي ملهاش تسمية دائمة، يعني التسمية بتاعتها مؤقتة. ونعمل ايه؟ اللي ممكن نوصل لها مباشر without permanent label. without permanent label يعني ايه؟ يعني ممكن ما يكونش ليها اسم خالص، او ممكن يكون ليها تسمية مؤقتة، اللي هي عملناها حددناها في الخطوة رقم 3، لكل واحدة فيهم ملهاش اسم، او ليها تسمية مؤقتة في لكل واحدة فيهم. for each calculate the quantity t، هو حيث t اللي هو ايه؟ اللي هي المسافة، نجمع المسافة اللي قبلها على اللي بعدها، المسافة بتاعت النود نفسها بتاعت الارك اللي قبله على اللي ايه؟ على اللي احنا رايحين لها. وفي عندنا حالتين، هو بيقول لك النودس اللي ملهاش اسم، اللي ملهاش اسم دائم. طيب يبقى ممكن يكون نود ليها اسم مؤقت، او نود لسه ملهاش اسم، not have a tentative label، يعني ملهاش اسم خالص ماشي. ما احنا الرقم 4 دي بنتعامل مع كل النودز اللي ملهاش اسم دائم، يعني اللي ليها اسم مؤقت واللي ملهاش اسم خالص. اللي ليها اسم مؤقت بنعمل مقارنه، if the node has a tentative label، لو ليها اسم مؤقت بنعمل مقارنه ما بين الكرنت ديستانس فاليو ات ذا تنتيتيف، المسافه اللي هي موجوده ما ليها اسم، فبنعمل مقارنه ما بين الاسم بتاعها الرقم اللي عندها في المسافه نود ان كويشن. فلو كانت التي اقل من الديستنس فاليو اوف ذا تنتيتيفلي ليبلد نود ريبليس ذا تنتيتيف ليبل ويز تي كي، يعني الرقم لو كان اللي احنا بنحسبه اقل من قيمه المسافه بتاعه التنتيتيف ليبل نود بنشيلها ونحط ايه؟ القيمه الجديده اللي احنا حسبناها. لو القيمه اللي احنا حسبناها اكبر من الديستنس الفاليو بتاعت التنتيتيف ليبل، فكيب ذا كرنت ديستانس تنتيتيف ليبل زي ما هي، يعني على حسب. لو احنا حسبنا ولقينا رقم اقل حط الرقم الجديد. لو كانت المسافه تي هنا ديستانس اكبر من الديستانس فاليو اللي موجوده بنخليها زي ما هي، ما بنغيرهاش ماشي. اصغر بنبدلها بالكبيره، اكبر بن ايه؟ الكلام ده هيبقى اوضح ان شاء الله في المساله. نقطه مهمه جدا، ان لو كانت النود ملهاش اسم مؤقت اعمل اسم مؤقت في كل الاحوال، في كل الاحوال سواء الحاله دي او الحاله دي، بيقول لك في كل الاحوال لازم ترجع للخطوه 3، يعني الخطوه 4 دي بعد ما بنخلصها بنرجع ل3، ما بنروحش ل5 على طول. نقطه انطلاقنا ل5 من 3 اوكي، من 3 اهي جو تو ستيب 5. طيب وصلنا للستيب 5 خلاص، فضلنا نروح من الاربعه وبعد كده نرجع لتلاته وبعد كده اربعه وبعد كده تلاته
ماشية لغاية ما ايه، لغاية ما نخلص. وقلنا نخلص امتى؟ لما يكون كل النودز بيرمننت ليبلد، تسمية دائمة، ماشي. في الحالة دي نقدر نحدد الشورتست، كل البيرمننت ليبلز من خلالها هنقدر نحدد الشورتست ديستانس من النود 1 لكل نود موجود عندنا، اوكي، لغاية ما نوصل لنهاية المسار. Shortest route to a given node can be found by working backward by starting at a given node and moving to its preceding node. هيبان الموضوع هنا عشان نحدد الشورتست روت بنرجع بالعكس، ماشي. يعني من 6 بعد كده 3 5 يعني ايا كان الترتيب، بس المفروض ان احنا ايه بنرجع بالعكس. اخر نتورك هيبان الكلام ده. Continuing these procedures from the preceding node to will provide the shortest route from node 1 to the نود ان كويشن، يعني من نود 1 لغايه النود اللي انت عايز توصل لها في المساله. انت عايز توصل للمساله في النود في المساله مطلوب لغايه النود 4، يبقى تو ذا نود 4 دي اللي مقصود بيها ايه؟ ان كويشن. طيب تعال نشوف ملاحظات مهمه. If the shortest distance to every node is not needed، لو ما كانش مطلوب ان انا احدد اقصر مسافه لكل نود موجود عندنا، يعني مش مطلوب مني ان انا في المساله ان انا احدد اقصر مسافه من 1 ل 3، من 1 لنود معينه. The algorithm can be stopped when those nodes of interest have been permanently labeled. يعني مش بالضروره ان انا بعمل المساله بحلها للاخر لغايه ما اوصل لسته او لغايه النهايه، لا، ده هو على حسب انت. هو مطلوب ان انت لغايه نود 3، مطلوب ان لغايه النود 4 او 5، اول ما وصلت ان النود محل السؤال او اللي طالبها منك وصلت لها بقت تسميه دائمه، اقف، يبقى كده المساله خلصت، ماشي. تقدر ان انت تحدد ايه شورتست ديستنس. الالجوريثم برضو كان اولسو بي ايزي موديفاي تو فايند شورتست ديستنس فروم اني نود، سي نود كي، من اي نود لاي نود ثانيه. يعني مثلا لو عايز تشوف اقصر المسافه تعمل موديفيكيشن بسيط وسريع كده لطريقه الحل او للالجوريثم اللي احنا شرحناه من 5 خطوات. تبتدي من النود اللي هو عايز يدرسه، من النود كذا، من النود مثلا عايز الشورتست ديستانس من النود 3 للنود 6، خلاص مفيش مشكله، ابتدي من النود 3 على انها ايه نقطه بدايه، واديها بيرمننت ليبل 0s 0s نقطه بدايه، وبعد كده كمل بقى في الاتجاه ايه، كمل الاجراءات بتاعتك وطبق الايه الستبس اللي موجوده في الالجوريثم لغايه ما توصل ايه للنود الاخيره اللي هو بيسال عليها، اوكي. بس طبعا لما لازم يكون ايه كل القيم بقت بيرمننت ليبلد. المثال ده يا جماعه بقى تطبيق على الالجوريثم اللي احنا اتكلمنا عنه، هو عشان كده سميناه اكزامبل 2. المثال ده بيقول لك كونستراكشن ذا سيتويشن اللي بتقابل شركه المقاولين العرب. Situation facing the Arab construction company. Arab has several construction projects located throughout a 3-county area. The network shown in the following figure describes the travel alternatives. يعني دي بدائل للحركة. وهنا تلاحظ ان هو مش محدد اتجاه معين. اللي بيبقى بعد كده زي ما يطلع الاتجاه انت بتقول له. تقول له هنمشي من هنا لهنا كذا، المسافة كذا، مش عارف ايه. Construction sites. Arab would like to determine the routes or buses that will minimize the total travel distance from the office to each site. من عايز يقلل المسافه travel distance من نقطه واحد لغايه لكل واحد فيهم to each site، الاثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. طيب هل هو طلب نقطه معينه؟ لا، يبقى لازم تحل المساله كلها. طيب لو قال لك from the office to site number 7 تو سايت 4، لغايه 4 وصلت البيرمننت ليبلز، اقف، المساله خلصت، مش محتاج ان انت تكمل، بس ايه ان انت تكون وصلت للنود المعنيه بانها بيرمننت. ده الانيشال نتورك ايدنتيفيكيشن، ده دي الخطوه الاولى، ستيب نمبر 1. عارفين بنعمل ايه في الستيب نمبر 1؟ فاكرين؟ او في كل خطوه هنقولها احنا هنقول ان احنا في الستيب رقم كذا وبنعمل كذا، عشان ايه؟ عشان تفهم الموضوع. ده الانيشال نتورك ايدنتيفيكيشن، ادي الشبكه ونقطة البداية بتاعتنا، نقطة الانطلاق هي الأوفيس بتاعتنا ايه؟ رقم 1، والتسمية الدائمة بتاعتها 0S. 0 مسافة، اتحركنا قد إيه؟ لسه ما اتحركناش. S دي نقطة البداية، جاية من أي نود قبليها؟
مفيش قبليها حاجه، ده هي نقطه البدايه. اوكي، هل الخطوه دي فيها مشكله؟ وهنا هتلاحظ برضو ان انا عامل بعض الرموز، حاول تفهم. يعني شايف السهم ده، شايف الشيد ده، التظليل ده، ده معناه انها بيرمننت ليبلد. دي شايف الرمز ده، معناه بيرمننت ليبلد. اقواس مربعه، تظليل ده، السهم ده، يبقى دي النود اللي احنا شغالين عليها دلوقتي عشان ما نتلخبطش. نكمل، وفي كل مره هنقل لك الرسمه دي فوق في اليمين كده، وايه علشان اقول لك ازاي بقى بنعمل الجديد، عشان لو كانت كل رسمه في سلايد مش هنفهم هو ايه اللي بنعمله. ده اللي انا قلت لحضرتك عليه. شايف ادي الرسمه بتاعتنا، ماشي. الرسمه دي على فكره اللي فوق يمين دي هي نفسها ايه، هي نسخه منها، ماشي. كل اللي انا عملته هنا، انا جبت دي هنا كده وزودت دي. هل معنى كده ان انا كل شويه برسمها؟ انا قلت لك في البدايه لا، هي رسمه واحده وهنحل عليها لغايه النهايه، بل يمكن بس محتاجين نرسم مره كمان، رسمه كمان، وهنقول ليه ساعتها. ادي الرسمه بتاعتنا، ادي النود اللي هي البيرمننت، ماشي. بص كده بيقول لك ايه، تنتيتيف ليبلز فور نود 2 اند 3. دي الخطوه الثانيه، ابتدي من هنا. فين النودز اللي انت تقدر توصل لها مباشر كده من واحد، مباشر دايركت؟ ممكن نوصل عن طريق 2 او 3، 1 2 1 3، ده اللي نقدر نوصل له مباشر. نقدر نوصل لاربعه مباشر كده من واحد؟ لا، ما ينفعش. او خمسه، او لا، ده المقصود بالدايركت كونكشن، مش كده؟ من واحد لاثنين. طيب النودز اللي انا اقدر اوصل لها مباشر هي النود 2 و3. ببدا فوق كل نود اقدر اوصل لها مباشر، احط اقواس عاديه، الاقواس العاديه، مش اللي هي بالشكل ده، هنا وهنا. بعد كده نبدا نعبيها ازاي، واحده واحده. اولا المسافه من واحد لاثنين كام؟ 15. ايه 15؟ والمسافه اللي قبلها، قبل ال 15 كانت ايه؟ اهي موجوده هنا، ما انساش دي، مش هكتب 15 كده اوتوماتيك، لا، 15 زائد اللي قبلها اللي هي جايه منها، من جايه من واحد، ماشي. اكتب 15، هتطلع 15 عشان هي البدايه، طبيعي في اول مره. بعد كده اكتب هنا ايه؟ اكتب هنا رقم النود اللي انا جاي من خلالها. انا عشان اوصل للنود 2 جيت من خلال اي نود؟ هل جيت من خلال 3 ولا جيت من خلال واحد؟ اكتب واحد، اكتب واحد، ماشي. نفس الكلام هنا وانا ماشي كده، مجموع المسافات بتتكتب في الاول، 0 10 كام؟ 10. انا جاي النود 3 دي عشان اوصل لها، جاي لها من اي نود؟ من نود رقم واحد. اهي واضحه كده، فهمنا 15 و1 دي و10 و1 دي جت منين، واضحه كده. طيب نخش بعد كده على الستيب اللي بعدها. يبقى في عندك حاجه تسميه دائمه، تسميه مؤقته، تسميه مؤقته. ببدا ابص على كل التسميات المؤقته اللي عندي، ما انا ببتدي الحل من هنا الاول عشان اوصل للحاله دي. هنا بيقول لك ايه، بحدد فين التسميات المؤقته، فين اصغر واحده فيهم في المسافات. انا ماليش دعوه بالرقم اللي على اليمين ده، اللي هو بيعبر عن رقم النود اللي جايه منه. 15 دي 15 ودي 10، فين المينيمم؟ 10. طيب هي دي اللي بسميها تسميه دائمه، فعشان كده حولتها تبقى ايه، 10. اشطبها خالص، مش انا سبق ان انا عملتها، مش انا سبق ان انا عملتها، اشطب عليها، اشطب عليها. بص ازاي، شايف النود دي مؤقته صح؟ بص لما اعمل كده، دي كاني بشطب عليها، ده اللي مقصود، ده المقصود. تعال نرجع تاني لايه عشان تشوف انا عملت ايه، اهو شطبت عليها، شطبت عليها وكتبت ايه، خليتها دائمه. خليتها دائمه ازاي؟ اولا اديتها السهم، بدل ما السهم هنا بقى السهم هنا، مش كده؟ طبعا انا مش همسح السهم اللي انا عملته قبل كده، السهم هيفضل زي ما هو، زي ما حتى الشيدنج زي ما هو، زي ما موجود زي ما هو، ان هي انا خلاص عديتها. انا في الـ عند النوت 3 اعمل السهم ده، لان انا دي اللي شغال عندها، ودي اللي هي ايه، اللي هي بقت بيرمننت. فهمنا ازاي بقت بيرمننت؟ طيب نيجي بعد كده الخطوه اللي بعد كده، هو هنا حتى بيقول لك نود 3 ايدنتيفايز از بيرمننتلي ليبلد نود، بقت بيرمننت. وانا دايما ببتدي من اخر بيرمننت نود وانتقل للنودس اللي بعدها. بص ازاي، شايفين الرسمه دي؟ انا هنقلها هنا اهو، شايفين الرسمه نقلتها هنا. هل انت متلخبط؟ لا مش متلخبط، بس انا عايز ايه، هي عايز اقول لك بس ان انا ما برسمهاش تاني، انا بشرح، انا بشرح عليها بس. اوكي طيب بعمل ايه بعد كده؟ الحاجات
اللي هي ما اتسمتش خالص. طب ما تعالى نسميها. اولا بنسميها منين؟ بنطلعها منين التسمية؟ بنيجي من النود اللي هي متسمية تسمية دائمة. معايا؟ اروح من هنا للي ما تسماش خالص او للي ليه تسمية مؤقتة. دي تسمية دائمة. اخر حاجة تسمية دائمة هي دي اللي انا شغال عليها دلوقتي. مش كده؟ ما تنساش اوعى تغلط ترجع لواحد. لا تلاتة. امشي ازاي بقى؟ ما ارجعش لدائمة. امشي في اتجاه يوصلني مباشر لتسمية مؤقتة زي دي. ما دي تسميتها مؤقتة. وامشي لدي تسميتها ملهاش تسمية اساسا. نسميها. لو ملهاش اسم نسميها. لو ليها تسمية مؤقتة نسميها. يعني نشوف تسمية تانية. ماشي؟ هنشوف هنعدلها ازاي. اوكي؟ لو اللي انا بعمله اقل من اللي موجود بحط الرقم الجديد اللي هو الاقل. ماشي؟ 10 و4 14 لان 5 دي نوصل لها مباشرة من هنا. 10 و4 14. اوعى تجمع الارقام اللي جوه. احنا بنجمع المسافات. 10 و4 14. طب هي جاية من اي نود؟ جاية من النود دي. جاية من النود 3. حط هنا 3 وهي مؤقتة. ماشي كده؟ طيب نيجي لفوق. ما هي كانت تسمية مؤقتة. بس احنا هنتحرك من النود دي ونروح للنود 2. هنمشي ازاي؟ هنقول 10 و3 كام؟ 13. اكتب 13. انا لسه ما اعرفش هي دائمه ولا مؤقته. يعني واحده واحده معانا. مش كده؟ هيبان في الخطوه اللي بعد كده. بس خد بالك هي لسه مؤقته. ها؟ يعني ما ينفعش اعمل دول كده دلوقتي. هي مؤقته. يعني الاثنين دول دي بقى ليها تسميه مؤقته ودي كان ليها تسميه مؤقته وهتتحط تسميه ثانيه. بس ما بحطش التسميه الجديده الا اذا كانت اقل من اللي موجوده. طب اللي موجوده كانت 15. طيب التسميه الجديده كام؟ 10 و3 13. جايه من انهي نود يا عم؟ من 2. انت جاي من انهي نود؟ جاي من 3. اكتب 3. ببدا اسال نفسي بقى 13 و13 و3 ومؤقته. مؤقته. ايهما بقى احولها لدائمه؟ احول دي لدائمه. وخد بالك هنا انا شطبت دي شطبت دي وكتبت ايه؟ 13 3. ليه كتبت 13 3؟ عشان هي اقل منها. طب ليه خليتها دائمه دلوقتي؟ عشان عملت مقارنه ما بين الاثنين دول، ما بين الاثنين اللي هم مؤقتين، ما بين 13 3 المؤقته و 14 3 المؤقته. ايهما تبقى دائمه؟ هتبقى 13 3 الاقل. يبقى انا مش بحولها 15 1 تبقى دائمه على طول. ما دائمه دي لازم ليها شرط. الشرط بتاعها انها تبقى اقل واحده في المؤقتين. يعني بعد ما اكتبها هنا كده 13 3 مؤقته ودي مؤقت ودي مؤقت اخليها دائمه. لو انت مش عايز تتلخبط اشطب عليها القوسين العاديين واكتب هو اخليها دائمه بالشكل ده. اوكي؟ واعمل الايه؟ السهم على الجزئيه دي وخليها شيدد. خليها مظلله وتبقى دائمه. عارفين يعني ايه دائمه؟ 13 و3 طول المساله بعد كده مش هتتغير. ال 10 و1 مش هتتغير. 0 اس مش هتتغير. طيب بقى عندنا دلوقتي ايه؟ بقى عندنا دي عندنا دي مؤقته. 4 دي لسه ما جيناش ناحيتها ملهاش تسميه اساسا. هنبتدي نتحرك منين عشان نحسب؟ اوعى تتحرك من اي مكان من اي نود. احنا دايما بنتحرك من نود اللي هو البيرمننت. بيرمننت ليبل ات نود 2 اند نيو تنتيتيف ليبلز فور 4 و7. يعني تشوف بقى من النود دي تقدر تتحرك ازاي مباشر. ايه النودز اللي انت توصل لها مباشر بدون ما ترجع؟ يعني ولا هنرجع لواحد ولا هنرجع لثلاثه. من النود الجديده دي ممكن نوصل لسبعه. ممكن نوصل لأربعة. طب ما أربعة دي ملهاش اسم، نسميها، إيه المشكلة؟ سبعة دي ملهاش نسميها، إيه المشكلة؟ أوكي؟ 13 و6 كام؟ 19. طيب جاية من أي نود؟ جاية من النود رقم 2، أكتب هنا 2. خلاص دي؟ بدي بالنسبة لدي 13 و17 30. أنت جاية من أي نود؟ جاية من النود رقم 2، أكتب هنا 2. وهكذا. هنا طبعًا لسه ما جيناش ليها. دي 14 و3 زي ما هي ما اتغيرتش ما اتأثرتش. لما انا حسبت التسميات الجديده هي ما اتأثرتش. اجي بعد كده اعمل ايه؟ اجي ابص اعمل مقارنه ما بين كل النودز اللي هي نون بيرمننت تنتيف. المقارنه هتتم ما بين الثلاثه دول. فين ايهما اقل؟ ايهما اقل؟ ايهما اقل فين؟ 30 اقل؟ 19 اقل؟ لا 14 اقل؟ لا 14 اقل.
يبقى في الحالة دي تتحول دي اشطب عليها واخليها permanent. اوكي، وتبقى permanent اشطب عليها واخليها permanent معناها ايه؟ تتحط ما بين قوسين مربعين. اوكي، وبعد كده ايه؟ ابدا اكمل اهي بقت permanent. نفس الحالة اللي فاتت جبناها هنا تاني اهي، وصلنا دي permanent. ماشي، ابدا اسال نفسي دي اللي وصلنا لها بقت دي بيرمننت ليبل وشيدد، خد بالك مظلله. انت ممكن تظللها في الامتحان، عايز تظللها ظللها. ماشي، كده من النقطه دي ابدا اتحرك، فين النوتس اللي انا ممكن اتحرك ليها مباشر بدون ما ارجع، ما برجعش انا لحاجه مظلله. ممكن اوصل لسته، ايوه ممكن اوصل لسته، 14 و2 كام؟ 16 مؤقتا. بعد كده ممكن اوصل من خمسه اوصل لاربعه، وهي ليها اسم ماشي، بس ممكن ليها اسم تاني مؤقت برضه ماشي، وما احطش انا اسم مؤقت اكبر من اللي موجود، لو اصغر بنحطها ماشي. لو اللي موجود اصغر بس بسيبه زي ما هو، ارجو ان دي تبقى مفهومه ودي موجوده في الخطوات. 14 و4 كام؟ 18. اكتبها ولا ما اكتبهاش؟ اكتبها عشان اللي قبلها كانت 19. 18. طب انت جايه منين يا حاجه؟ 5 من النوت 5. طب انت جايه منين يا حاجه؟ جايه من النوت 5. هنا 5 وهنا 5. اوكي، ودي ما زالت زي ما هي، ما اتغيرتش. اوكي، بعد كده المقارنه هتتم ما بين ايه وايه؟ ما بين دي ودي ودي، التلاته ايه؟ التلاته تنتيتيف ليبل، تسميه مؤقته. طيب مين اللي عليه الدور يبقى تسميه دائمه اثبتها على اللوحه؟ مين اللي عليه الدور؟ 16 ولا 30 ولا 18؟ 16 اهي، 16 اهي ماشي، وهكذا اوصل للايه؟ اوصل للنهايه انهم كلهم بقوا ايه؟ all notes permanently labeled، بقوا التسميه بتاعتهم ايه؟ دائمه. طالما انا وصلت للنود محل الدراسه او لاخر نود، لو ما قاليش نقطه معينه يبقى انا وصلت ايه؟ ان انا يعني مثلا لو كان طالب مني ان انا اجيب الشورت ستروت لغايه 4، لو دي خلاص اتسمت 18 5 دي، شوف امتى وصلنا انها تسميه دائمه، اقف عندها ما تكملش حل، مش لازم الباقيين. اوكي، لو دي بس اللي مطلوبه، وخد بالك عشان ايه؟ مهم جدا تعرف ايه المطلوب في المساله عشان ما تحلش المساله للاخر وما يكونش هو ده المطلوب ماشي، او بتعمل حاجات زياده تاخد منك وقت. وصلنا للوضع ده، طيب تعال نشوف بقى ازاي نقرا الحل. انا هنقل الكلام ده بس على ايه؟ بص بقى الخطوات الحل، يعني عشان نوصل بكتبها ازاي؟ عشان توصل للنود 2 ايه المسار اللي انت تمشي فيه؟ النود 3، يعني هنا بنكتب ايه؟ بنكتب النودز 2 3 4 5 6 7 اهو، خلاص اكتب ده الاول، يعني في الجدول ده عشان نطلع الحل بكتب ارقام النود اللي عندي ما عدا رقم واحد، ما عدا رقم واحد اللي هي الاولى يعني ماشي، او اللي هي محل الدراسه، يعني ممكن نبتدي من هنا من النقطه محل الدراسه. نقطة محل الدراسة يعني ايه؟ انا مثلا لو انا مطلوب مني ان اجيب من اول ثلاثة لغاية 7، بعد كده شوف اقصر طريق من النود واحد للنود رقم اللي موجودة هنا دي، يعني ازاي الكلام ده؟ ارجع تاني. عشان نوصل للنود نود 2 من النود واحد، بص 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 نعملها ازاي؟ اوعى تقول واحد 2، هو يبقى احنا الشغل اللي احنا عملناه ده نهده بقى، ابتدي ب2. احنا كاتبين 2 هنا، ها كاتبين 2 هنا، يبقى هتبتدي حضرتك من ايه؟ حضرتك هتبتدي من 2 هنا، واسال النود دي انت جايه منين؟ الحسابات جايه منين؟ جايه من 3، يبقى اكتب 2 شرطه بالعكس باكورد يعني، وبعد كده اكتب ايه؟ اكتب 3. طب يا 3 انت جايه منين؟ جايه من 1، 3 شرطه 1، بص كده ده اللي احنا كتبناه 2 3 1، فهمنا جت منين؟ 2 3 1. طيب تعالى نقول واحدة تانية وليكن 5، هكتب 5 عشان أوصل لخمسة من 1، برجع بالعكس 5. طب أنت جاية منين؟ الحسابين بتقول إيه 3؟ ما ده بيعبر عن اللوكيشن، بتعبر عن النود اللي قبلها بريسيدنج نود أو فاليو 3 ماشي. عشان توصل للنود رقم 5 محتاج 14 ميل، المسافة دي المسافة بتاعتها، لكن عشان نحدد النوتس اللي احنا عدينا عليها او المحطات اللي عدينا عليها، فهكتب ايه؟ بعد ما اكتب 5 اكتب شرطه بالعكس، بص اكتب ايه؟ 5، بس انا عايز اعمل بالعكس، هرجع واكتب شرطه وارجع 5، دي كام؟ مكتوب 3، اكتب 3، ارجع
شرطة بعد تلاتة. روح هنا ايه، روح لتلاتة، اسأل تلاتة، تلاتة ايه عندك ايه، واحد، ارجع كده واكتب واحد. هو ده عشان نوصل من واحد لخمسة هنمشي المسار ده، واحد تلاتة خمسة، المسافة كلها كام؟ 14. انت لو حسبتها كمان هتلاقيها 14، لازم تطلع 14 ماشي. لو ما لقيتهاش مظبوطة كده يبقى انت في حاجة غلط وانت بتعمل حساباتك. اوكي شباب، طيب نكمل نفس الكلام بالنسبة لإيه، بالنسبة لبقية المسارات والمسافات موجودة اهي قدام حضراتكم ماشي. تجيب المسافة منين؟ توصل للنود وتشوف الايه المسافة اللي مكتوب عندها كام. بص هنا عند النود 2 هتلاقي، لازم هتلاقي كلمة 13 ماشي. 2 مكتوب كام؟ 13، يبقى صح. هنا 7 مكتوب كام؟ 22. 7 و22 اي 7 22 وهكذا. اوكي يا شباب، 7 22 دي معناها ايه؟ اقصر مسافة من 1 ل 7 هي 22 ميل. طيب نتحرك ازاي؟ نمشي من 1 ل 3 ل 5 ل 6 ل 7، هي دي فكرة المسألة. اوكي، لو كان مطلوب منك لغايه 5 بس كنت هتقف لغايه 5 بس، وانها تكون بيرمننت ليبلد. اوكي شباب، طيب كده الخطوات الحل التفصيليه كده قلناها، في خطوات قصيره من 3 خطوات بس، لو انت فهمتها اقراها لوحدك، فهمتها طبقها، ما تحفظهاش طبقها، وانا مديك مثال عليها. ده يعني ده انا حليت بالاسلوب ده نفس المساله، نفس المسألة هي قدامك مش كده، ووصلت لنفس النتيجة. ايوه وصلت لنفس النتيجة. طب ما يا دكتور ما تتعبنا ليه من الاول وخمس خطوات اهو، اسلوب تاني، تكنيك تاني، عايز تستعمل الاولاني ماشي، عايز تستعمل التاني ماشي. اوكي لو فهمت التاني، وان شاء الله هتفهمه، لان هو ايه مش صعب، انا مش بقول لك مش بعجزك، بس اهم حاجة تبقى متمكن منها، هي بتوصلك للحل اسرع مش كده. لكن التانية ممكن تحس انها سيستماتيك وطويلة شوية. الخطوات الحل اهي بيشرحها لك على الاكزامبل 3، تعمل كذا وبعد كده تعمل كذا وبعد كده تعمل كذا ماشي. خطوات الحل اهي ماشي، لغايه ما بنوصل ده. على فكره ده مثال تاني، معلش ده مثال تاني، مثال 3 ده مثال تاني اهو ماشي، ده مثال غير اللي اخدناه في الاول. اوكي يعني اللي فاتت دي عشان ما تلخبطش، شايف اللي فاتت دي هو المثال رقم 2 بس انا حليته بالطريقه المختصره. اوكي وده المفترض ان هو الحل النهائي برضه. المثال الثالث بالطريقه المختصره بقى اهو، يبتدي من اول هنا وماشي معاك خطوه خطوه، فيرست ديتريشن، سكند ديتريشن، ثيرد، فورث، واند فاينل، يوصلك للايه، للحل النهائي باستخدام الايه، يعني التكنيك المختصر. انا قايل لك هنا في مثالين، دي كانت اخر سلايد عندنا في الشورتست روت تكنيك او بروبلم. اوكي شباب.